اهلا بيكم في قناة بيتي، ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم شوشو في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة اقراص البطاطس بالبيض، سهلة كده ولذيذة وكمان طعمة، مقرمشة من بره وطرية كده وجميلة من جوه، هتعجب اطفالنا جدا، وبالاخص الاطفال اللي ما بيحبوش ياكلوا البيض هياكلوه مع البطاطس، وكمان هتعجبهم. اكلة سريعة وسهلة وكمان مش مكلفة، هنعملها بطريقتي. ولو عجبكم الطريقة ما تنسوش لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب. اول حاجة البطاطس، عشان نسلقها بنكون غسلينها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، انا غسلة البطاطس حلو جدا، و ممكن نقشرها ونقطعها، وممكن نقطعها على طول بقشرها. انا بفضل اقطعها بقشرها كده، وبعد ما بتتسلق بقشرها زي ما انتوا شايفين. لما بتتقطع كده ما بتاخدش وقت في السوى. ممكن في ناس كتير بتسلقها البطاطسية كاملة، انا بفضل انها كده عشان زي ما قلتلكم تستوي على طول. وهننزل عليها بملح ومية، وعلى نار متوسطة، وهنسيبها تتسلق. البطاطس بعد ما اتسلقت قشرتها، وهنبتدي دلوقتي نهرسها بالهراس. طبعا علشان تتهرس معانا البطاطس على طول نهرسها وهي لسه سخنة، لو بردت ما بتتهرس، ما مش بتتهرس على طول. اهو وبكده البطاطس اتهرست كويس. هننزل بالبطاطس بعد ما اتهرست بكمون، شطه، بابريكا، فلفل اسمر، ملح. مش حابين شطه بلاش. هننزل بالتوابل كده والملح، ونخلي بالنا احنا حاطين ملح في والبطاطس بتتسلق، فما نزودش الملح. وبقدونس بيديها ريحه وطعم حلو قوي البقدونس. هنقلبهم كلهم مع بعض كده، كل المكونات. كده تمام، قلبنا كل البطاطس مع التوابل والبقدونس. هنبتدي نحضر بيضتين، هنحط فلفل اسمر على البيض وملح، ونرب البيض كويس بالملح والفلفل الاسمر. كده البيض تمام. هننزل بالبيض على البطاطس. ونقلب البيض مع البطاطس كويس كده. ندمج كل المكونات مع بعض. بالهراسة اهو،
كده بقت تمام، مش محتاجه هرس تاني. كده البطاطس بقت تمام، ونتأكد ان الملح اللي في البطاطس مظبوط. هنبتدي دلوقتي، بص السمك بتاع البطاطس اهي. لو حابين نزود البيض عن كده ممكن نزود بيضة كمان. وهنبتدي نقرص البطاطس، ناخد قطعة كده اهي وندورها كده كده، ونضغط عليها اهي ونقرصها، ونبتدي نقليها. الزيت يسخن كويس وننزل بالبطاطس. كده زي ما قلت لكم، بصوا كده ندور البطاطس ونضغط عليها كده وتنزل في الزيت. اهو كده نسيب البطاطس لغاية ما تاخد اللون الذهبي وتستوي حلو، ونقلبها على الاتجاه التاني. طريقة سهلة وكمان بتدينا طعم حلو جدا. وقد ايه هي بتبقى طرية من جوه وهشة، وطعمها بيكون لذيذ وتغيير في البطاطس. هنبتدي البطاطساية اللي اديتنا اللون الذهبي كده هنقلبها اهي. الطريقة دي حلوة لأطفالنا، لو ما بيحبوش ياكلوا البيض البطاطس هيحبوا ياكلوها، وفيها كمان بيض. يبقى كده خلينا أولادنا ياكلوا البيض في البطاطس اهي. بصوا اللون الذهبي الجميل دوت. نبتدي نقلب البطاطس، ولما نيجي نقرص البطاطس ونحطها في الطاسة عشان تتقلي ما نلزقش البطاطس جنب بعض. وبكده البطاطس اتحمرت معانا واديتنا لون الذهبي الجميل دوت. هنبتدي اهي نطلعها على مناديل عشان تشرب الزيت اهي. لونها ذهبي جميل وطعمها بيكون حلو جدا. صفيها كده من الزيت كويس. وهبتدي اكمل بقية كمية البطاطس نحمرها. بص البطاطس طالعه جميله ازاي اهي، وده اللون الحلو قوي ليها وطعمها بيبقى حكايه. وكده بعد ما البطاطس خلصت خالص زي ما انتم شايفين اللون الذهبي الجميل، وتبقى مقرمشه من بره ولذيذه كده طريه من جوه وطعمها حلو جدا. انا طبعا طلعتها على مناديل تشرب الزيت، وبعد كده حطيتها نقلتها في طبق تاني، حطيت بقدونس وحطيت عليه البطاطس، وممكن نحط برضو كده بطاطس من فوق البطاطس بقدونس، بيديها ريحة وطعم حلو قوي. وبكده خلصت الأكلة بتاعتنا اللذيذة، بطاطس سهلة وخفيفة ومش مكلفة، وكمان فيها بيض. لو أولادنا ما بيحبوش يأكلوا البيض هيأكلوه في البطاطس وهتعجبهم جداً. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب. اقول لكم سلام، وانتظروني في فيديو جديد.